قد الساعة على 15 سعود. قوتي 15 شهر سعود. 15 سعود. 15 شهر سعود. 15 في شهر سعود. 15 في شهر سعود. 15 في شهر 15. يوم 15 سبتمبر. السوشيال ميديا كلها مقلوبة على نهار 15 شهر سعود. وطبعا انا بحال داك لطرش في الزفه ماني عارف اش واقع، لكن الله يعمر جوجل دخلت وكتبت 15 شهر سعود وخرجوا لي مجموعه من الجرائد اللي كيبينوا على ان مجموعه من الصفحات اللي ما معروفاش اللي حددت 15 شهر سعود المجموعه من الشباب اللي غادي يهاجروا جماعه الى اسبانيا. لكن قبل ما نتكلموا على السبب اللي خلى هؤلاء الشباب يفكروا مجموعين في هذه الهجره الجماعيه، خاصنا نتسالوا بالضبط علاش 15 شهر سعود. شوف 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 قدر عينك عينك. أثناء البحث ديالنا في سبب اختيار هذا النهار، لقينا على أن السبب الأول اللي تبنى عليه هذا الاختيار هذا هو الضبابة. كيروجوا شي واحدين على أنه نهار 15 شهر سعود غادي تكون الضبابة في شمال المغرب وبالتالي غادي يسهل الحريق، وهذا الخبر طبعا لا أساس له من الصحة وما كاين لا احتمال حتى 1% باش يكون. الثاني اللي بناو عليه اختيار هذا النهار ان هناك بعض الصفحات كيروجوا على انه كاين واحدين غادي يجهزوهم بالزودياكات ويدوهم لاسبانيا، هذا الخبر طبعا هو ايضا غير صحيح وما يمكنش يكون. دابا طبعا رجعوا للسبب اللي خلى هاد الشباب هذا يغامروا بحياتهم ويهاجروا. الاسباب بزاف ومعقده ومتداخله وفيها ياسر من الامور اللي نقدروا نشرحوها على مدار ساعات وعلى مدار ايام وما غاديش نحيطوا بها، ولكن الاشكال الحقيقي اللي خاصنا نعرفوا على انه هذه الهجره هذه اليوماتيه السؤال المطروح فيها هو علاش بالضبط الانسان يوصل به الياس حتى يولي الموت والحياه عنده سياني ويمشي يغامر بحياته في هجرات غير شرعيه ما يعرف يا كانوا يوصل ولا ما يوصل الا اذا كانت هناك دوافع فعلا حقيقيه، ونحن عارفين هاد الدوافع وما يمكنش نغطوا الشمس في الغربال. عندنا اشكالات حقيقيه، عندنا بطاله كبيره في المغرب وللاسف الشديد هذه البطاله كتضرب في الشباب، ونحن عندنا البنيه شبابيه ماشي بحال اوروبا اللي عندها بنيه عجوزه الناس عندها كبرات تجاوزات 60 وتجاوزات 70، احنا عندنا تبارك الله اكثر من 8 المليون ولا 9 المليون شاب، وللاسف هؤلاء الشباب ما كيديروا حتى شي حاجه وما كاينش برامج حقيقيه كتلامسهم. جربنا مجموعه من الحوايج، مجموعه من البرامج في برنامج فرصه، المقاولات الصغرى، المقاولات المتوسطه، كل هذه البرامج ما عطاش للاسف الشديد المحصول ديالها وما عطاش النتائج الحقيقيه ديالها، وبالتالي كنحصدوا هذه الهجره الجماعيه. راه اوروبا اللي غادي يمشي لهاد الشباب اللي اسبانيا اللي ما بيننا معاه غير 14 كيلومتر من الشمال ومن الجنوب ما بيننا معاه حتى ربع ساعه، راه ما فايتنا عيب الله بدأ بشي حاجه، راه اللي عندها عندنا بل نكاد نتفوق عليها، ولكن الاشكال الحقيقي راه فينا، المسؤوليه يتحملها الناخب ويتحملها ايضا الفاعل السياسي اللي ما كيقوم بالدور ديالو. واش كتعرفوا على ان الكلفه ديال الفساد في المغرب كتمثل او كتجاوز اكثر من 5000 مليار سنتيم في السنه بما يمثل 15% من ميزانيه الاستثمار. هذه الكلفه هذه كلها وهذا المبلغ الكبير جدا لو استثمر بشكل حقيقي ما غاديش يخلي هذا الشباب هذا يفكر في الهجره. للاسف الشديد عندنا مجموعه من المباريات اللي كنشوفوا فيها الوساطه نشوف فيها بزاف ديال المشاكل، مازال عندنا المنطق ديال باك صاحبي، مازال عندنا المنطق ديال الولاءات، مازال عندنا المنطق هذا ولد هذا هذا ولد هذا، مازال عندنا بزاف ديال الحوايج. الفاعل السياسي اليوماتيه لا يقوم بدوره، المجالس المنتخبه لا تقوم بالدور الحقيقي ديالها، وما كتطلقش مشاريع اللي طلع باغي غير السياره، باغي الفيلا، باغي بزاف ديال الحوايج، وبالتالي النتيجه والمحصله النهائيه هاد الشباب كله اللي احنا ما بغينا نستافدوا منه كيهاجر وكيعرض حياته للموت. هذا السؤال يدق ناقوس الخطر. من اللي ولي عندي تفكير جماعي في الهجرة فرا كاين عندي خلل خاصني نعالج، والخلل موجود وماشي غير خلل واحد، مجموعة من الاختلالات على مجموعة من المستويات، مع الناس تصور حقيقي عندنا 13% من البطالة، عندنا 1,600,000 كل سنة كتزاد في البطالة، وللأسف الشديد دائما من الشباب من خريجي الجامعات اللي تسد في وجوههم الأفق واللي ما لقاو حتى شي حل داخل البلاد ديالهم. راه ما كاينش شي واحد يبغي يخلي البلاد ديالو، هاد البلاد ديالنا راه عزيز علينا، فيها مجموعة من المقومات، فيها مجموعة من الحوايج الزوينين، فيها مجموعة من وسائل الاستقرار، ولكن للأسف الشديد راه كالوها كاملة وما خلاو فيها حتى شي حاجة، جميع الصناديق أفرغت.
راه ما كاينش ربط المسؤوليه بالمحاسبه بشكل كبير جدا وبشكل دقيق جدا، بحيث يخلي على انه اي واحد بغى يدخل المسؤوليه ولا اي واحد بغى يترشح الانتخابات يفكر. الاحزاب السياسيه لا تقوم بالدور ديالها، والنتيجه على انه اليوم فاقدين الثقه في العمل السياسي، فاقدين الثقه في الاحزاب السياسيه، فاقدين الثقه في الفاعل السياسي، فاقدين الثقه في البرلمان، فاقدين الثقه في الحكومه ايضا التي تتحمل أكبر جزء من المسؤولية فيما يقع الآن، لأن البرامج ديالها والوعود ديالها اللي رفعتها لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع، وبغات تشغل مليون، بغات تشغل جوج المليون، ما وصلنا حتى 250,000 منصب شغل. للأسف الشديد كنقولها، راه كنقولها وكنكررها، اليوم هي الكلفة ديال مراقبة السواحل البحرية راه كيتحملها رجل الأمن ورجل القوات المساعدة ورجل الجيش ورجل الدرك الملكي. وهذا ماشي أخطاء ديال هذه المؤسسات، هذه أخطاء ديال السياسيين، ديال السياسيين اللي ما داروا الخدمة ديالهم، واللي اتكى على شي حاجة كيديها، كيفكروا في مجموعة من المشاريع التي لا علاقة لها بالواقع، لا تلامس المشاكل الحقيقية للساكنة ولا المواطنين ولا للشباب. كيمشي كاين اللي بغى يشري السيارة، كاين اللي بغى يصبغ، كاين اللي بغى يدير البروات، كاين اللي بغى يبني الفيلات، كاين اللي بغى يبني يشري الأراضي، كاين. والنتيجة على أننا يوميا كنسمعوا مجموعة من الحوايج اللي خلاتنا كاملين كمغاربة نفقد الثقة في العمل السياسي وما نمشولوش، لأنها السياسة لا تنتج للأسف الشديد عنا إلا الفساد. اللي دخلها يدخلها ما عنده ريال، ما عنده صباط، ويخرج منها عنده الفلوس وعنده ثروات، وما كنقولوا له حتى أي حاجة. ونشوفوا شبابنا يديه البحر، راه خاصنا ندقوا ناقوس الخطر، خاصنا نوقفوا وقفة حقيقية، خاصنا نسألوا مجموعة من المؤسسات، خاصنا نسألوا مجموعة من 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 برامج اللي دارت وما تحققت على أرض الواقع. راه هذا الشيء للأسف الشديد يخلينا نحطوا أيدنا على قلبنا. هذا الوطن زوين في جميع مقومات النجاح، في ملكية شرعية، في مؤسسات قوية، فيه مناخ زوين، فيه ثروات كبيرة، فيه بنادم اللي باغي يخدم، ولكن استثمار هذه الثروة البشرية للأسف الشديد ما كاين، ما كاين غير باك صاحبي، ما كاين غير الولاءات. هذا الشيء خاصو يتحيد. رجعوا الثقة في العمل السياسي، رجعوا الثقة للمواطن المغربي والشاب المغربي في البلاد ديالو. لن ترجع هذه الثقة إلا بربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا بمجموعة من الحوايج اللي خاصة تنزل على أرض الواقع. اليوم خاصنا نقاش عمومي حقيقي، ماشي النقاش اللي كنسمعه اليوم واللي لا علاقة له بما يقع اليوم تيا وما ما يساقع غدا. هذه رسالة وكنقولها وكنأكدها على أن راك تخلينا نتأملوا ونقولوا على أن راه عندنا مشكل، ومشكل كبير وخاصو يتعالج. من اللي يفكروا شبابنا يهاجروا راه كاين خلل، هناك خلل. كنقولها وكنأكدها. تحياتي لكم، السلام عليكم.